أما الآن فمع فقرة التكريم، فلتفضل جعفر سماحتكم، تفضلوا. أبو منصور حياكم، تفضلوا. صل على محمد وآل محمد. الله بدءاً بتكريم المتميزون الشاب محمد جاسم مرهون، فليتفضل. طبعاً محمد لاعب كرة متميز من عائلة مرهون، مثل عدة أندية ونشأ في سترة، كما أنه مثل المنتخب وحصل على لقب الهداف في منتخب الشباب. الدكتورة ماجدة حسن الجزيري، دكتورة دراسات إسلامية، مدربة معتمدة للبرمجة اللغوية والعصبية، ومرشدة أسرية أو من ينوب عنها. الله صل على محمد وآل محمد. أما الآن فتتقدم إدارة الجمعية الحسينية بالشكر الجزيل لرعاة حفل مولد الحجة عجل الله فرجه الشريف، كما يسعدنا أيضا أن يتم تكريمهم وهم حملة العريبي للحج والعمرة. لاين ديزاين للهندسة. مطعم الزوراء. أما الآن فمع فقرة تكريم الحسينيون، الحاج أحمد بن حسن مرزوق، الرئيس الفخري لحسينية المنتظر أو من ينوب عنه. صل على محمد وآل محمد. الحاج حسن بن الحاج أحمد بن حسن مرزوق أو من ينوب عن خير. أحمد بن حسن مرزوق. بارك الله فيكم، يعطيكم العافية. تفضل شيخنا.